بعدسات فول ليد. طبعاً فيها رادار أمامي والمكينة عزم 390 والجير بوكس 8 سرعات. طبعاً الشاشة 14.3 إنش، تحكم في السيارة كلها من الشاشة. طبعاً الطبلون ديجيتال بالإضافة إلى البروجيكتر للسائق. سيارة عائلية تستوعب 7 ركاب، وإضافة جميع الأسياء تنفرد 180 درجة. إضاءة للداخلية محيطة في السيارة. طبعاً زي ما احنا شايفين في الإنارة الأمامية 4 عدسات فول ليد.